أستاذة مي أسامة، المتطوعين بتختاروهم إزاي وإيه العمر وإيه السمات؟ واحنا العمر عندنا في المعرض من 16 سنه لحد 26 سنه، علشان يكون عندنا يعني فرق ما بين الاعمار والسن ده، سن الشباب. احنا بالاول بننزل ابلكيشن موجود فورم على صفحه وزاره الشباب والرياضه، والصفحه الشخصيه بتاعتنا صفحه انا متطوع. احنا السنه دي متقدم لينا 10,000 شخص من الشباب، قدمنا ليهم، بعتنا ل 3,000. المهام اللي عندنا لجنتين، عندنا لجنه اسمها تنظيم والتوجيه، وعندنا اللجنه الثانيه لجنه الاعلامي. المهام بتاعتنا ان احنا عندنا اشخاص، بيكون الشباب بيكونوا سن صغير وسن كبير من الشباب، بيكونوا في كليات زي مثلا كليات الاداب، كليات العلوم، كليات التكنولوجيا. مش بشرط، يعني مش شرط الكليه والدراسه. وطبعا بنختار من كليات اللغات، عشان طبعا المعرض بيقدموا ناس من كليات اللغات، فبنتم ان احنا نختار منهم. وبيكون بقى ان احنا بنبعت ليهم رسائل على الفيسبوك، وبنعمل لهم الانترفيو والمقابلات الشخصيه. بس بيبقوا مكلفين بايه؟ المهام اللي على الارض ان هم بيكونوا بتوجيه الزائرين من اول البوابه لحد، احنا بنكون ماسكين المعرض كله يعتبر، من اول البوابه لحد الصالات جوه. بنكون المتطوعين من اول ما بيقطعوا التذاكر، بيوجهوا الناس بيقطعوا التذاكر فين، بيتخشوا يشوفوا التذكره بتاعتهم جوه في الصالات. لما يكون في حد مش عارف دار النشر، بيعرفوا دار النشر بتاعهم ايه. وكل ده احنا بنعمله في تدريب، يعني احنا اصلا عندنا تدريب قبل فتره المعرض. قد ايه التدريب؟ فتره التدريب بيكون في تدريب اونلاين وتدريب اوفلاين، وفي امتحان ليهم وكل حاجه. ايه ده فعلا؟ علشان لما يكونوا على ارض الواقع نكون احنا واثقين ان هم قدها. قلتي صغيرين وكبار، مع ان هم كلهم طبعا شباب صغيرين، بالنسبه يعني الصغيرين بيوصلوا لفين والكبار بيبتدوا منين؟ انا عندي الصغيرين اللي هم تحت 16 سنه لفتره الثانوي، يعني تحت ال 20. اللي هو فتره، والكبار اللي هم فوق في الكليات، علشان يكون في ترابط ما بينهم. طيب مين بقى صغيرين؟ كم قد ايه صغيرين؟ صغيرين ده يعني احنا لسه في ثانوي صح؟ طب ومين خلص ثانوي؟ الاغلبيه وحضراتكم خلصين طبعا يعني. ولا مش صغيرين ليدرز دول المسؤولين، هم ليدرز بتوعنا. ليدرز. طيب دي المره الكامله اللي بتتطوعي فيها المعرض الكتاب؟ دي ثالث مره اكون في المعرض. يعني اول سنه كنت متطوعه، والسنه دي والسنه اللي قبليها كنت ليدر يعني مع فريقي. وان شاء الله يعني المعرض السنه دي كان تم بتنظيمه تمام. يعني انت كليه ايه او مدرسه ايه؟ انا تانية كليه هندسه، قسم الكترونكس اند كوميونيكيشنز في الجامعه الامريكيه. يعني انت متطوعه من وانت في ثانوي؟ وعرفتي ازاي، او مين اللي قال لك؟ الجامعه هي اللي قالت لك ولا ايه؟ لا، انا كانت واحده صاحبتي في الدوره اللي قبليها بالظبط كانت متطوعه، وقالت لي يعني ان المعرض ده هيفيدني وكده. وفعلا لما دخلت استفدت حاجات كثيره قوي، اتعلمت اتعامل مع كل الناس وكل مستويات بالظبط. بس فطبعا بخلاف الخدمه اللي انت بتقدميها لهم. خالد متطوع بقالك قد ايه؟ دي اول سنه ليا. اول سنه ليك؟ احكي لي عن اول سنه. طبعا انا دخلت كان في صدمه شويه، ان انا فجاه لقيت الموضوع كبير جدا، المعرض حاجه مهوله، وانا كنت ما عنديش المعلومات الرهيبه عن تاريخ المعرض القاهره الدولي للكتاب. بس لما دخلت لقيت ان هو لا، دي حاجه تاريخ 55 سنه ليها تاثير ثقافي على مصر والعالم العربي والدولي كله. صحيح. احنا معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب اكبر معرض من النوع ده في العالم كله تقريبا. هو تاني اكبر معرض بعد فرانكفورت، بس لما بيقيسوا بعدد الزوار بيبقى الرقم قياسي عندنا يعني، هو ده الفرق. انما لما بنتكلم يعني في المعرض، معرض فرانكفورت وبعد كده معرض القاهره الدولي. انت دراستك ايه؟ انا كليه علوم جامعه القاهره. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.